بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله هو الأربعاء 8 من شهر نيسان 2020 ميلادي. اليوم سنأخذ الدرس الثاني في وحدة جمع البيانات وتمثيلها. الوحدة الدرس الثاني اسمه طرق جمع البيانات، بمعنى كيف نجمع البيانات. انظروا إلى هذه، في الصف 24 طالب. أراد المعلم أن يعرف كل طالب ما اللون المفضل لديه، وكتب أسماء الطلاب، وأمام كل اسم طالب وضع اللون المفضل لدى هذا الطالب، وحصل على الإجابات من جميع طلاب الصف. حسناً، الآن أسمي الإجابات التي حصل عليها المعلم من الطلبة. هذه هي الإجابات التي حصل عليها المعلم من الطلبة نتائج. انظروا إلى الأسماء: علي، مؤيد، رائد، وليد، فارس، وهكذا. جميع الأسماء 24 اسم، وكل اسم أمامه اللون المفضل الذي يفضله الطالب. حصل المعلم على جميع الإجابات، كتب اسم الطالب وإجابة الطالب. الآن الإجابات هذه التي حصل عليها المعلم من الطلبة ماذا نسميها؟ نسميها نتائج. نسميها نتائج. الآن عزيزي الطالب، افتح الكتاب صفحة 92. حسناً، لنرى كيف قمنا بعمل جدول نظمنا فيه البيانات التي قام بجمعها المعلم للذين فضلوا الألوان. كانت الألوان أحمر، أصفر، أزرق، ووضعنا إشارات. قبل أن نضع هذه الإشارات سنجيب على الأسئلة. ما عدد الطلبة الذين فضلوا اللون الأحمر؟ قمت أنا بعد الألوان الطلاب الذين فضلوا اللون الأحمر، وكل لون أحمر كنت أشطب عليه. مثلا لون أحمر، علي فضل اللون الأحمر، 1 2 3 4، أيضا 5 6 7 8 9 10 11. كم كان؟ 11 طالب فضلوا اللون الأحمر. سأقوم أنا الآن أمام الجدول وهو موجود في صفحة 92. 5 5 و1، 11 طالب فضلوا اللون الأحمر. حسناً، كم طالب فضل اللون الأصفر؟ 5. حسناً، كم طالب فضل اللون الأزرق؟ انظروا، سنقوم بالعد. أنا قمت بعدها وحصلت على 8. إذن نجيب الآن على السؤال الثاني: ما الفرق بين عدد الطلبة الذين فضلوا اللون الأحمر والذين فضلوا اللون الأصفر؟ حسناً، نريد أن نعرف الفرق. قلنا الذين فضلوا اللون الأحمر 11، والذين فضلوا اللون الأصفر 5. ما الفرق بين 11 ناقص 5؟ الفرق بينهما 6 طلاب. الفرق بين عدد الطلبة الذين فضلوا اللون الأحمر والذين فضلوا اللون الأصفر 6 طلاب. حسناً، الآن نريد أن نعرف عدد الطلبة الذين فضلوا اللون الأزرق واللون الأصفر. الأزرق، وهنا بالكتاب يوجد خطأ كتب لك أو، أنت ستقوم بتصحيحها. وما عدد الطلبة الذين فضلوا اللون الأصفر واللون الأزرق؟ هنا 5 وهنا 5، أصبح العدد 10. 11 12 13 طالبا فضلوا اللون الأصفر مع اللون الأزرق. حسنا، إذن كل عدد الطلاب، هذا كل عدد طلاب الصف،
هيا نقوم بعدهم. 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24. إذا عدد طلبة الصف 24 طالبا. حسنا عزيز الطالب، انظر إلى هذه. هذه 10 قروش، ترونها؟ هنا الوجه يوجد به صورة، وإذا قلبتها يوجد بها كتابة، يوجد بها كتابة. الآن أي مباراة كرة قدم، عندما يبدأ الحكم المباراة يأخذ قطعة النقد هذه ويرمي بها هكذا إلى الأعلى ليحدد أي الفريقين يبدأ باللعب. أي حكم يقوم بهذه الحركة تسمى تجربة. هيا لنجرب، يرمي بها إلى الأعلى ليجرب أي الفريقين يبدأ اللعب. الوجه إذا استقرت على الوجه، الآن عندما يبدأ الحكم برميها إلى الأعلى هذه تسمى تجربة. ماذا تسمى؟ تجربة، تسمى تجربة. ما يقوم به الحكم برمي قطعة النقد إلى الأعلى تسمى تجربة. الآن ممكن أن تستقر قطعة النقد، ممكن أن تستقر على الكتابة أو تستقر على الصورة، هذه تسمى ناتج التجربة. الآن عندما يرمي بها إلى الأعلى تسمى تجربة، وعندما تستقر على الأرض ممكن أن تستقر كتابة أو صورة، تسمى ناتج التجربة. لنرى الآن، لدينا بنت اسمها وداد، قامت بأخذ قطعة نقد ورميها إلى الأعلى 10 مرات، 10 مرات، فكانت النتائج كما هي مبينة هنا. انظروا كم مرة كانت ناتج التجربة كتابة. 1, 2, 3, 4, 5, 6. إذن 6 مرات كانت ناتج التجربة كتابة. حسن، وكم مرة كانت ناتج التجربة صورة؟ 1, 2, 3, 4. إذن 6 مرات كتابة و6 مرات صورة. لنقوم بالإجابة على هذه الأسئلة، أولا نريد أن نصمم جدول لنرى كم مرة تأتي بالإشارات، كم مرة تأتي صورة وكم مرة تأتي كتابة. ما عدد مرات رمي قطعة النقد؟ قلنا كم مرة قامت وداد بتجربة رمي قطعة النقد إلى الأعلى؟ كم مرة؟ 10 مرات. أحسنتم. حسنا، ظهرت الصورة، كم مرة ظهرت الصورة؟ 1, 2, 3, 4. انظروا عدد مرات ظهور الصورة 4 مرات. حسنا، ما عدد مرات ظهور الكتابة؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 مرات ظهرت الكتابة. حسنا، بكم يزيد عدد ظهور الكتابة عن عدد مرات الصورة؟ بكم يزيد؟ يزيد عنها ب2، يزيد عنها ب2، هنا 4 وهنا 6، بكم يزيد؟ يزيد ب2. الآن عزيزي الطالب، سنقوم بتصميم جدول أبين فيه هذه المعلومات المعطاة. حسنا، قم أنت عزيزي الطالب بفتح صفحة 93، وأمام هذه الأسئلة هنا ستقوم برسم هذا الجدول الذي قمت أنا بتصميمه. قطعة النقد والإشارات، صورة وكتابة، صورة وكتابة. قلنا كم مرة ظهرت الصورة؟ كم مرة ظهرت الصورة هنا؟ 1, 2, 3, 4 مرات. ظهرت الصورة 4 مرات، سأضع 4 إشارات. كم مرة ظهرت الكتابة؟ لنرى، 1, 2, 3, 4, 5, 6. ظهرت الكتابة 6 مرات، هذه 5 وهذه 1، 6 مرات.
أنت عزيزي الطالب، هل تستطيع أن تعمل جدولا آخر، تصمم جدولا آخرا شبيها بهذا الجدول؟ إذا كنت تستطيع، صمم جدولا آخر لنرى قدراتك. شكرا لك عزيزي الطالب.